بين موجود. كله من خير. واحد بيقول سمعت رأي أحد الأشخاص يقول إن إقامة العزاء الأموات كانت بمثابة خلق من جديد. كلمة خلق يعني يخلق من العدم، هذه كلمة خلق. لكن العزاء ما كان لا تنطبق عليه كلمة خلق من العدم، لأن ده إنسان ميت قام بقوم فقام. واحد بيقول سمعنا في بعض جرائد المجلات ان البابا يوحنا بولس قد تنبأ بنهاية العالم في شهر يوليو، يعني بعد كم يوم ده ولا، وقد ايده في ذلك الرئيس الامريكي بيل كلينتون. نهاية العالم لا يعرفها احد. في اعمال 1:7 المسيح قال للرسل ليس لكم أن تعلموا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه وحده. واحد يقول لماذا نصوم صيام الرسل؟ نشترك مع الرسل اللي قال عنهم المسيح عندما يرفع عنهم العريس حينئذ يصومون. يقول هل يوجد فيه سمك؟ يوجد فيه سمك ما عدا الأربع والجمعة. ولماذا؟ لا بقولنا كتير بقى. واحد بيقول عندما تنفصل الروح عن الجسد هل تحس الروح بأنها فارقت الحياة التي على الأرض؟ طبعا إنها فارقت الحياة، بتحس بكده. واحد بيقول جه رسالة بولس الرسول تيموساوس لا تكم ثورا دارسا والفعل مستحق أجرته. ما معنى هذه الآية؟ الثور لما بيحطوه يحطوا فوقيه يعني خشبة كده وبيمشي يلف دائر في المكان اللي بيدرس فيه، بيسبوه مش مكمل، فبياكل طول ما هو ماشي، لما يعوز ياكل ياكل. فبيقول لا تكن ثورا دارسا، دي بياخدها عن اللي بيشتغل بيعمل الفاعل مستحق اجرته، بياخدها عن اللي بيعمله في الكنيسه يعني. واحد بيقول هل يستطيع الإنسان اللي بتتسلط عليه عادات سيئة مثل التدخين وشرب الخمور والعادات السيئة الأخرى أن يدخل ملكوت السموات مع كثرة المحاولات للتخلص من هذه العادات دون فائدة؟ لا، لازم يكون راجل شوية ويتخلص من العادات. افرض مسيطر عليه حكاية الخمور وراح الملكوت ما لقاش خمور، يقول لهم رجعوني الارض تاني؟ ولا راح ما لقاش سجاير؟ لا يا ابني، مش اصول ان يتسلط علينا شيء من اي الاشياء. فاللي عليه عاده مسيطره عليه لازم يتخلص منها، والا ازاي يكون عنده حريه مجد اولاد الله؟ مش ممكن. واحد بيقول ماذا أفعل لأصير حكيما في تصرفاتي
حيث أن التصرفات غير حكيمة في كل شيء. اتعلم الحكمة من الحكماء، وإذا لقيت تصرف غير حكيم اعرف فين الناحية اللي ما فيهاش حكمة وحاول تغيرها. لازم تصلح نفسك. واحد بيقول يذكر إنجيل معلمنا يوحنا عن قيام السيد المسيح أنه تقابل أولا مع مريم المجدلية ولم يذكر أسماء المريمات الأخريات. أما إنجيل معلمنا متى فيذكر أن السيد المسيح تقابل مع المريمات جميعا وسمح لهم بتقبيل قدمي. ما قالش المريمات جميعا، المريم المجدلية ومريم الأخرى. اللي قال مريمات كثيرة هو إنجيل لوح. كل واحد من الرسل كان بيخص مقابلة غير الآخر، يعني مش كلهم كانوا بيتكلموا عن مقابلة واحدة، كل واحد بيتكلم عن مقابلة غير الآخر. مريم المجدلية دي كانت عامل مشترك، كل ما تلاقي ناس رايحين القبر تروح معاها. واحد بيقول قمت قداستكم برسامة حوالي 90 أسقف خلال حبريتكم المباركة، وذلك غير مئات الآباء الكهنة. فبيقول أين أسماء القديسين أنيانوس وبشنونة وستهم بشيء؟ هو أنيانوس أصلها كلمة نطق يوناني لحنانيا. ممكن إن إحنا نرسم واحد اسمه حنانيا ويبقى باليوناني أنيانوس، مش حنانيانوس، أنيانوس. بشنونة ده ما أقدرش أسمي واحد بشنونة، لا لا لا، نسمي حاجات غير كده. وستهم بشاي، اسم ستهم بشاي هو صحيح قديس شهيد لكن اسمه اسم علماني. انت عايز واحد نسميه أنبا بشنونة ما يعرفوش انت زي ما يعرفوش انت اسم. واحد بيقول انا يا سيدي شاب ارتبطت بفتاة متدينة، حدثت بعض الخلافات بيني وبين خطيبتي بسبب جلوسي على المقهى لشرب المعسل. تشرب معسل؟ ده مش هيحصل خلاف بينك وبين خطيبتك بس، بينك وبيننا احنا كمان لازم تبطل المعسل يا ابني. لا لا لا. وقررت ان انفذ مطلبها ولكني اخاف ان تتهمني بضعف شخصيتي. لا ابدا، لما انت تبطل المعسل هتشعر بانك انت قوي الشخصيه، انك قدرت تبطل عاده مش مظبوطه. سؤال: هل الخطيه شيء فطري في الانسان؟ لا ابدا، الانسان خلق على صوره الله، فالقداسه هي الشيء الفطري، أما الخطية فهي شيء دخيل على طبيعة الإنسان مش شيء فطري. وهل ممكن أن يخطئ الإنسان بدون أن يوقعه الشيطان في الخطية؟ جايز، مش كل خطية الشيطان سبب فيه. وهل الملائكة معرضون للوقوع في الخطأ؟ لا، لأنهم لبسوا إكليل البر فأصبحوا لا يخطئون. ولو لم يكونوا معرضين فلماذا أخطأ الشيطان ومن الذي أوقع في الخطية؟ الشيطان كان ملاك فأخطأ وجر معه مجموعة من الملائكة أخطأوا، وفي ملائكة تانيين لم يخطئوا فتكللوا بالبر والشيطان وقع فيما أرادوا. إيه اللي أوقعوا؟ فكره أنه أراد أن يصير مثل الله. واحنا بتقول أب عنده عقدة من زواج بناته بينما عنده 4 بنات، وتقول لقيت واحد كويس وعنده موعد عقد كتابة عقد الخطبة، فوجئنا برد فعل عكسي ورفض عمل
المحضر أو الذهاب إلى الكاهن وذلك بدون إبداء أي أسباب، وقام بالتفوه بألفاظ لا تليق. ونحن نشعر أننا نعيش مع وحش كاسر لا نستطيع أن نتكلم معه أو نتفهم وجهة نظره. بتقول مع العلم بأن عمرها 27 سنة وبكالوريوس. خلي حد من أبهات الكهنة يخش يشوف الوالد ده اللي هيضيع بناته، إلا لو هيضطر البنات إنهم يتجوزوا بدون علم. أنا عايز أكلمكم عن موضوع إن الحياة الطاهرة هي هبة من الله. يعني مشكلة الإنسان إنه بيجاهد في حياة القداسة بعيد عن ربنا. هو صحيح ربنا قال تجاهدوا، والرسول بيقول لم تجاهدوا حتى الدم مقاومين للخطية، لكن لابد من انك انت تخلي ربنا هو اللي يخش في حياتك وهو اللي يقودها الى حياة البر. في كلمة جميلة موجودة في صلاة باكر يقول ايه؟ هب لنا في هذا اليوم الحاضر أن نرضيك فيه. خليها هبة منك تديها لنا في هذا اليوم الحاضر أن نرضيك فيه. واحرسنا من كل شيء رديء ومن كل خطية ومن كل قوة مضادة. حكاية هب لنا في هذا اليوم الحاضر أن نرضيك فيه تقابل أيضا ما ورد في صلاة الشكر اللي بنقول فيها امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع مخافة. وبرضو النتيجة اللي كده بيقول كل حسب كل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار وقيام الأعداء الخفيين والظاهرين انزعها عنه. في الحقيقة ان احنا بنصلي من غير ما نستنتج العقيدة اللي ممكن ناخدها من كلام الصلاة. كتير قوي من عقائدنا بناخدها من الطقوس وبناخدها من الصلوات ومن كلام التسبيح. بيقول هب لنا في هذا اليوم أن نرضيك فيه وامنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا وكل سلام مع مخافتك. وإحنا الأسبوع الماضي كنا بنتكلم عن صلاة الساعة الثالثة وكنا بنقول طهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا. أنت تطهرنا، طهر نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا. وده نفس الكلام اللي بنقوله في القداس الإلهي، طهر نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا، وبنكررها كذا مرة مش بس في صلاة الصباح إنما في صلاة المساء أيضا.
وهب لنا في هذه الليلة سلامة بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال، لنجتازها أيضا بالسلام وعفاف. زي ما بيقول في الصباح: هب لنا في هذا اليوم أن نرضيك فيه، بيقول في المساء: هب لنا ليلة سالمة. دي في صلاة الغروب. وفي صلاة النوم يقول: انعم علينا اللهم بليلة سالمة وبهذا النوم طاهرا من كل قلق، وارسل لنا ملاك السلامة ليحرسنا من كل شر ومن كل ضربة ومن كل تجربة العدو. في الحقيقة احنا بنجاهد ان احنا نبقى اطهار دون ان نصلي ان ربنا يخش في حياتنا، ودي العقدة الموجودة عندنا، دون ان نطلب الطهارة كموهبة من الله، كعطية من الله اللي بيعطي كل عطية حسنة، كأننا نظن ان بقوتنا وبشطارتنا وبجهادنا هنبقى ناس كويسين. نلاحظ ايضا في صلاة الستار يقول: احفظنا من ظلمة الخطية المدلهمة، امنحنا عقلا مستيقظا وفكرا متواضعا وسيرة مملوءة فضيلة. امنحنا يعني هبة، وسيرة مملوءة فضيلة وفراشا غير دنس ومضجعا نقيا. يعني الشخص اللي بيحلم أحلام رديئة وأحلام خاطئة وأحلام نجسة، نسي إنه يطلب من الله أن يمنحه فراشا نقيا ومضجعا غير دنس. دي في الحقيقة اللي مفروض ان احنا نركز عليها باستمرار، ان احنا نطلب من ربنا ان هو يعطينا الحياة الفاضلة. بولس الرسول في رسالته الى اهل فيلبي بيقول: الله هو العامل فيكم ان تريدوا وان تعملوا من اجل مصر. يعني ربنا هو اللي بيعمل فيك وبيديك الإرادة الطيبة، وإلى جوار الإرادة بيعطيك العمل أيضا. لكن كل واحد فينا عايز يبقى كويس من غير ما ربنا يخش في حياته. أما ليه بنقول في صلاة الساعة الثالثة: طهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا، وبنقول انقلنا إلى سيرة روحية لكي نسعى بالروح ولا نكمل شهوة الجسد، واجعلنا مستحقين أن نخدمك بطهارة وبر كل أيام حياتنا. الحياة الروحية هي شركة مع الله في العمل، شركة مع روح الله في العمل، مش مجرد إنسان يشتغل لوحده. لذلك نصيحتي لكل إنسان: لا تنذر إنك تبقى كويس، يعني لا تنذر ولا تعد ولا تتعهد، بل أطلب وجاهد في الطلب. ما تقولوش: يا رب أنا أتعهد أمامك أن أنا هبقى كويس. قل له: اعطني يا رب قوة أن أنا أبقى كويس، اعطني نعمة روحك القدوس تعمل فيا أن أنا أبقى كويس، اعطني طهارة، اعطني قداسة من عندك، اعطني الروح القدوس اللي يعمل فيا. خلي صلواتك بالشكل ده،
يا ما ناس تعهدوا وما قدروش ينفذوا، ويا ما ندروا وما قدروش ينفذوا، ويا ما وعدوا وما قدروش ينفذوا. لكن حول وعودك إلى صلوات وإلى طلبات من الله. الله الذي خلصك من عقوبة الخطية هو قادر أيضا أن يخلصك من سيطرة الخطية عليك، بس أنت خلي قلبك مستعد. ما دام الله هو العامل فيكم، يبقى المهم انك انت تكون جهاز استقبال جيد لنعمة ربنا، وتخلي ارادتك تتحد مع ارادة الله. الله الذي يريد ان الجميع يخلصون والى معرفة الحق يقبلون، خلي ارادتك تكون متحدة مع ارادته. لكن ما تقعدش توعد كما لو كنت قادر. بولس الرسول بيقول كلمتين كويسين، بيقول لكن لا أنا، لا أنا، بل نعمة الله العاملة فيا. يا ريت تفتكر عبارة لا أنا بل نعمة الله العاملة فيا. وبيقول مرة أخرى لأحيا لا أنا بل المسيح الذي يحيا فيه. لا أنا، علشان تسلك في الحياة الروحية مظبوط خليك متواضع، وانسى ذاتك وانسى قوتك وانسى قدرتك وانسى عقلك وتفكيرك، وقول لا أنا بل نعمة الله العاملة فيا. القديس الأنبا أنطونيوس وجد فخاخ الشيطان مبسوط على كل الأرض، فصرخ إلى الله وقال يا رب من يفلت منه؟ فأتاه الصوت الإلهي المتواضعون يفلتون منه. قيل عن الشيطان انه قوي، وقيل انه مثل اسد زائر، اسد بيزأر طالبا من يبتلعه. فاحنا مفروض ان نقاومه، ولكن بالايمان ان ربنا يدينا القوة لمقاومته. بالتواضع نغلب الشياطين، بالتواضع نغلب الشياطين، بالتواضع تاخد قوة من الله تحارب بها العدو. لأن قيل عن الخطية إنها طرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها أقوياء. هؤلاء القتلى الأقوياء لم يطلبوا نعمة من الله تنقذهم من الخطية فسقطوا، لم يطلبوا نعمة من الله تنقذهم من الخطية فسقطوا، افتكروا أن بقوتهم هيقدروا. عشان كده بقول لا تنذر ولا تعد ولا تتعهد، بل اطلب نعمة وجاهد في الطلب. احنا بنطلب من ربنا نعمة، وبنطلب من ربنا روحه القدوس يعمل فينا، وبنطلب من ربنا ايضا ملائكة تحرسنا، ملاك السلام يحرسنا. وبنقول في آخر كل صلاة طلبة لطيفة، بنقول فيها إيه؟ يا رب اقبل منا في هذه الساعة
وفي كل ساعة الباطنة، وسهل حياتنا وارشدنا إلى العمل بوصاياك، وقدس أرواحنا وطهر أجسامنا وقوم أفكارنا. يعني صور انك بتطلب من ربنا كل شيء، هو اللي يقدس روحك، وهو اللي يطهر جسدك، وهو اللي يقوم أفكارك. قدس أرواحنا وطهر أجسامنا وقوم أفكارنا ونقي نياتنا واشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجينا من كل حزن رديء وجع قلب. ونقول كمان أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل للاتحاد الإيماني. احنا مفروض في كل صلاة نطلب ان ربنا يعطينا ملائكة تحرسنا من قوات العدو وتحرسنا من هجمات الشيطان وتضيع الحيل بتاع الشيطان من امامنا. احطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين، يدون الإرشاد ويدون الحفظ. ناس كتير يكونوا مسافرين وبعدين حد من الناس المباركين اللي عارف انهم مسافرين يقول لهم ربنا يجعل ملاك السلامة معاكم، ملاك السلامة يحفظكم لغاية لما ترجعوا. كمان في سيرنا في طريق الحياة عايزين ملاك السلامة يكون معانا، لكن احنا ما بنطلبش. مشكلتنا ان احنا لا نطلب، فاكرين ان احنا يعني بقوتنا هنعمل كل حاجة. خلينا باستمرار نطلب ملائكة السلامة تكون موجودة معانا. الكنيسة بتعلمنا في صلاة النوم ان احنا برضو نطلب ملاك السلامة يكون معانا، ملاك السلامة يكون معانا. بيقول انعم علينا اللهم بليلة سالمة وبهذا النوم طاهر من كل قلق، وارسل لنا ملاك السلامة ليحرسنا من كل شر ومن كل ضربة ومن كل تجربة العدو. يجي واحد يقول أنا نمت وحلمت بأحلام مفزعة أو حلمت بأحلام خطية، نقول له لأنك لم تطلب أن ربنا يعطيك فراشا مقدسا، ولم تطلب ملاك السلامة يحرسك من كل شر ومن كل ضربة. ده الكلام اللي بتعلمه لنا الكنيسة. يعني الإنسان اللي ما بيصليش بالأجبية بيكون تايه، مش عارف طريق ربنا يبقى إيه. لكن إنسان يمشي بالأجبية يلاقي الطريق واضح أمامه، ويلاقي إيه الصلاة اللي يقولها في كل طلبة، يقول هب لنا يا رب في هذا اليوم الحاضر أن نرضيك فيه. اديني هبة من عندك ان استطيع ان ارضيك، واحرسني من كل شر رديء ومن كل خطيئة ومن كل قوة مضادة. احرسني من كل خطيئة ومن كل قوة مضادة، يعني من كل قوة الشيطان المضادة لحياة البر. وقدس أرواحنا وطهر أجسامنا وقوم أفكارنا ونقي نياتنا. ياريت تتعلموا باستمرار أنكم لا تعتمدوا على ذواتكم في حياتكم الطاهرة، واعتبروا أن الطهارة دي عبارة عن هبة يعطيك الله إياها، موهبة من عنده.
زي ما سليمان الحكيم طلب ان ربنا يديله حكمة كهبة من عنده، وزي ما إليشع النبي طلب ان ربنا يدي قوة تحارب وقال افتح يا رب عيني الغلام ليرى ان الذين معنا اكثر من الذين علينا، كذلك انت ايضا اطلب من الله ان يعطيك قداسة، اطلب من الله ان يعطيك طهارة، قل له يا رب ليس بامكاني ان افعل هذا لكن اعطني انت من عندك حياة طاهرة. وفي كل مرة تحاول انك تعطي لنفسك تدريبات روحية صلي وقول اعطني يا رب قوة ان انا انفذ التدريب، اعطيني نعمة من عندك ان انا اقدر امشي بالتدريب مش بقوتي ان انا اطلب، لكي احيا لا انا بل المسيح يحيا فيه. تفضل صلي.